فيكم في الطريق إلى كندا 13. الحلقة هاي راح تكون متميزة، فيها شغلات تستفيدوا منها. أهلا وسهلا وتابعونا. أهلا وسهلا فيكم في حلقة 13 Immigrate to Canada. زي ما حكينا إحنا لسه في موضوع الإميجريشن، دخلنا على كل اللي قبلها. الآن بدنا نحكي عن السيلف امبلويد، يعني إنك تشتغل لحالك من نفسك، تعمل شغل لحالك. طبعا هم بيعتبروه هذا النوع صنفين، إنه يا إما بكون عامل cultural activities أو athletics يعني رياضي. فهدول النوعين اللي ممكن يعملوا هجرة تحت السيلف امبلويد بيرسون. المبلغ 1540، باخذ حوالي 22 شهر. طبعا اذا في كيبيك له قوانين ثانيه. طيب نشوف كيف الاليجيبيليتي، هو كان اليجيبل او مين بيقدر يقدم. لازم يكون عنده اكسبيرينس بالطريق بالوظيفه اللي بده يسويها. هو ممكن يشتغل لحاله او يكون سيلف امبلويد في كندا. طبعا ميت ذا ريكويرمنتس، هلا بدنا نحكي عنهم. والاكسبيرينس لازم يكون عنده اقل شيء طبعا سنتين تقريبا من الكالتشرال اكتيفيتي. كالتشرال مغني مثلا، ممثل، هذول اللي بفكروا فيهم، الدانسرز الراقصين، او يكون اثليكس مثلا. عادة كل ما زادت الاكسبيرينس طبعا كل ما زادت عندك النقاط. الان السيلكتين كريتيريز هاي بدنا نحكي عنها، راح يطلعوا. تتذكروا زمان حكينا عنها السكورز تبعتك. السكورز بتعتمد على كتير امور، منها الادوكيشن، الاكسبيرينس، الايج. هاي الادوكيشن اذا عندك ماستر او بي اتش دي باخذ 25 بوينت، وهلم جرى. هون الموضوع هذا اذا عنده مثلا العمر، افضل اشي من 21 ل 49 باخذ 10 نقاط. اللغة باخذ 24 نقطة، مهمة جدا اللغة. طبعا هلا حنحكي عن اللغة قديش لازم يجيب. بالايلتس وبالتوفل كاتبين وبال شو اسمه بالتف. هون هذول النقاط الثانية، إذا عندك، إذا الزوجة أو الزوج عندهم دارسين، كانين شغالين في كندا، previously studied أو عاشوا أو اشتغلوا ودرسوا في كندا. إذا في relative بأخذ 5 نقاط. هاي الطريقة اللي بأخذوا عليها شو اسمه. طبعا كيف بدك تقدم؟ بتقدم أول إشي ممكن تحتاج بيومتريكس اللي هي البصمات، تبصيم. بتأخذ الباكج من هون، الباكج تبع الابليكيشن أو الطريقة. الباكج هذا بتنزله بكل سهولة، هيو هون، وبتعبي وبتبعته مع الدوكومنتس تشيك ليست. هذا هو أوكي. طبعا بتدفع المبالغ اللي عليك اللي هي الفيز، وبتعمل سبميشن للابليكيشن. البيومتريكس والميديكال هذول الشغلات حكينا عنهم سابقا، انه ممكن تحتاج انك تدفع مبالغ اكثر لللانجويج، طبعا للبوليس، للميديكال تيست. طبعا افتر يو ابلاي عادة بيعملوا تقييم للابليكيشن تبعك، وممكن يطلبوا منك فينجر برينتس وفوتو انها تكون تاخذها. بعدين البروسيس تايم تقريبا تبعه 22 شهر. هذا هو البرنامج. برنامج شوية مصمم لفئة معينة من الناس، وما بعرف اذا كل الناس مهتمين فيه، لكن حبيت احكي عنه لانه موجود هون. فاذا عندك اكسبيرينس بهذا الموضوع وحابب تيجي عليه، طبعا عندك ماستر في الموضوع نفسه او في نفس الخبره بكون افضل كتير، او بي اتش دي. اذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناه واعمل شير مع